هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. بيبدأ فيلمنا في سنة 1996 في مدينة اسمها سان خافير في المكسيك، وبنشوف مجموعة من العمال واقفين في كهف شكله غريب وبيكون مليان برسومات غريبة ومختلفة، والرسومات كلها كانت على شكل حيوان واحد وكأن اللي رسم على الجدران إنسان من سكان الكهوف. وبيكون العمال شغالين مع شخص اسمه ريتشارد، فبيخليهم يدوروا في الكهف على رسومات أو بقايا مخلوق قديم اسمه تشوبا، وده كائن اسطوري بيكون ليه أجنحة وبيشرب دم المعيز، ممكن نعتبره دراكولا بس تخصص معيز. وفي حكايات كتيرة منتشرة عن الكائن ده، بس في الاول وفي الاخر دي كلها خرافات، وكل الناس بتكون مقتنعة ان المخلوق ده ملوش وجود، مخلوق اسطوري، ما عدا ريتشارد اللي بيكون مهووس بالكائن ده لدرجة ان الناس بدأت تتهمه بالجنون، علشان كده بدأ يجيب عمال يدور على المخلوق ده ويقلبوا عليه الدنيا علشان يثبت للناس انه صح. وفي يوم وهما بيدوروا على المخلوق، واحد من العمال بيسمع صوت، فبيروح في اتجاه الصوت وفجأة بيلاقي كائن غريب قدامه، فبيخاف وبينادي على كل اصحابه. وساعتها بيجي ريتشارد على الكهف ويقف قدام الكائن ده، وبيعرف ان هو ده المخلوق اللي بيبحث عنه، فبيفضل يتأمل فيه وما بيكونش لا هو ولا الرجالة مصدقين عينهم، لحد ما بيلاحظ ريتشارد ان المخلوق اللي قدامه مش مخلوق كبير ولا حاجة، وانه لسه حديث الولادة. وفجأة بتظهر ام المخلوق ده وبتهجم على ريتشارد ورجالته، وبسرعة بتاخد ابنها وتطلع تهرب، لكن ريتشارد كان مصمم انه يثبت وجود المخلوق، فبيطلع المسدس وبيضرب على الام طلقة، والطلقة دي بتيجي في جناحها وبتعمل لها اصابة بتخليها ما تقدرش تطير وبتفضل على الارض. وبيجري ريتشارد وهو ورجالته على العربيات ويطاردوا الام اللي كل ما تحاول تطير ما تعرفش، وكمان لانها نحس اول ما بتعدي من على الطريق بتيجي عربية وبتخبطها، فبتقوم وهي كلها اصابات علشان تكمل هروبها. وبعد مطاردة كبيرة بينهم بتقرر الام انها تضحي بنفسها وبتخبي ابنها في مكان بعيد عن ريتشارد، وبتظهر نفسها ليه علشان يطاردها، وفعلا بتنجح في كده، وبيركز ريتشارد ورجالته معاها وبيكملوا مطاردتها، وبيسيبوا ابنها في حاله، وبتسيب الام ابنها لوحده اللي بيكون خايف ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم بننتقل لمدرسة في ولاية كنساس في امريكا، وبنشوف طفل صغير اسمه اليكس قاعد لوحده، وبنعرف ان اليكس ولد يتيم وان ابوه مات من فترة قريبة، وان اليكس طفل انطوائي وخجول ووحيد وملوش اي اصحاب في المدرسة، وان زمايله بيضايقوه وده بيخليه محبط وحزين وحالته النفسيه وحشه جدا، وخصوصا بعد موت ابوه اللي كان قريب ليه. وبيرجع اليكس على البيت وبيكون باين عليه انه زعلان ومتضايق، فبتاخد امه بالها وبتروح تساله لو كان في حاجه مضايقاه، بس اليكس ما بيرضاش يقول لها على اللي حصل معاه، وبنعرف ان دي مش اول مره حد يضايق اليكس في المدرسه، فبتحاول امه انها تخفف عنه زيها زي اي ام، وبتقول له انها عارفه انه بيمر بوقت صعب وخاصه بعد وفاه ابوه، لكن كل ده هيتغير في اجازة اخر الاسبوع لانه هيسافر على مدينة سان خافير في المكسيك علشان يزور جده ابو ابوه وقرايب ابوه، بس اليكس ما بيكونش عاوز يسافر على المكسيك لانه عمره ما شاف قرايبه ولا يعرفهم ولا يعرف عنهم حاجه، فبتطمنه امه ان الرحله هتكون جميله وانه يحب جده وقرايب ابوه جدا، فبيطلب منها انها تيجي معاه، فبترد عليه انها مش هينفع تسيب الشغل، ووقتها بيضطر انه يوافق يروح لوحده. وبتعدي الايام وبنوصل لاخر الاسبوع وبنشوف اليكس وهو نازل من الطياره في مدينه سان خافير، واول ما بيوصل بيلاقي واحد لابس بدله وعليها طاقيه كاوبوي، نعرف ان ده يبقى جده تشافا اللي بيكون فرحان بحفيده جدا وبياخده في العربية يوصله، وبيكون فرحان بيه لانه بيفكره بابنه اللي مات، وبيفضل يتكلم معاه علشان يخليه ياخد راحته وما يكونش متوتر، بس بيكون في ما بينهم مشكله لان اليكس بيتكلم انجليزي وفي المكسيك بيتكلموا اسباني، فبيتكلم معاه تشافا بالانجليزي البسيط بتاعه، وبيوصله على البيت وبيقابل اليكس ابن عمته واسمه ميمو، وبيكون جاي هو واخته علشان يقضوا الاجازه معاه، فبياخد ميمو اليكس لفه في البيت وبيلاحظ ان البيت مليان بحاجات مصارعه، حتى ميمو ابن عمته بيكون لابس قناع المصارعه، وبيفهم اليكس ان ميمو مهووس بالمصارعة لكنه ما بيهتمش وبياخد نفسه ويروح على اوضته، وهناك بيقابل لونا اخت ميمو، واليكس بينبهر بجمالها وبيعجب بيها، فبترحب لونا بيه وبتتعرف عليه. وبعد شوية بينزل اليكس يقعد مع ميمو ولونا وبيتفرجوا على ماتش مصارعة قديم، وقتها بنعرف ليه هما مهووسين بالمصارعة، وده لان جدهم اتشافى كان مصارع قديم،
وهو بالنسبة ليهم مثلهم الأعلى، وما بيكونش تشافا مصارع هاوي أو مصارع أي كلام، لأ ده كان مصارع محترف ومعاه بطولات كتير وما كانش فيه منافس ليه، لحد ما في يوم اتصاب بكسر في الجمجمة، وده خلاه يعتذر المصارعة اللي كان بيحبها جدا، وبيدخل عليهم جدهم وبيقاطع كلامهم وبيطلب منهم يخرجوا معاه علشان يتفرجوا على الحيوانات اللي عنده في المزرعة، ولما بيخرجوا بيلاقوا معزة مقتولة ودمها منصوص، فبيقول ميمو إن اللي عمل كده هو حيوان اللي تشوبك، وبتكون دي أول مرة يسمع فيها أليكس عن اللتشوبة، فبيضطر ميمو انه يشرح له انه حيوان مخيف وبيعيش على دم المعيز، فبيقول لهم جدهم ان مفيش حاجة اسمها تشوبة وان ده مجرد اسطورة وخرافات، وبياخدهم وبيدخل البيت، وفي نفس الوقت بنشوف ريتشارد اللي قاعد في الصحراء وبيفكر ازاي يصطاد مخلوق اللتشوبة، وبيلاقي طيارة هليكوبتر بتنزل في الموقع بتاعه وبيخرج منها واحد بيسأله عن اخبار صيد المخلوق، وبنعرف ان الشخص ده مندوب عن مجموعة المستثمرين وان المجموعة هي اللي بتمول ريتشارد لانهم كلهم محتاجين يوصلوا للتشوبة او محتاجين يوصلوا للدم بتاعه لان ليه قدرة رهيبة على الشفاء وان اللي هيقدر يملكه هيعمل ثورة في عالم الادوية والعقاقير، وبياخد ريتشارد تمويل من المستثمرين قصاد انه يجيب ليهم دم التشوبة، وبيكون الراجل ده جاي يتكلم معاه وان عدت مدة كبيرة بدون ما يصطاد اي حاجة، فبيحاول ريتشارد يهديه وبيقول له انه قدر انه يحدد كان المخلوق وانه خلاص بيطرده وانه قريب جدا هيصطاد منهم واحد، بس الراجل بيقول ان المدة طالت جدا وانه قدامه لاخر الاسبوع علشان يجيب دم المخلوق، وقال له ان لو ما عملش كده ما يلومش الا نفسه وبيسيبه ويمشي، وبنروح عند اليكس بالليل وهو قاعد في اوضته وبيشوف جده تشافى وهو بيتسحب وبيخرج من البيت، فبيستغرب ايه اللي مخلي جده يخرج في وقت متاخر كده، فبيمشي وراه وبيلاقيه قاعد في المخزن ومشغل اغاني هاديه، وبيكون اليكس بيتفرج عليه بس مش فاهم حاجه، لكنه بيتفاجئ بالتشوبه الصغير اللي امه سابته موجود جنب المخزن، فبيخاف اليكس ويصرخ، فالكل بيجيله ولما بيقول لهم على المخلوق ما بيلاقوش حاجه، فبيقول ميمو انه اكيد كان بيتهيألك، وبيكون أليكس جرح إيده بالغلط وبيرجع على أوضته علشان ينام، ولما بيصحى بيلاقي المخلوق على السرير جنبه وبيمص الدم من إيده، فبيخاف ويصرخ، وبرضه المخلوق بيخاف ويهرب من الأوضة، ولما بيبص على إيده بيلاقي الجرح اتشفى كأنه مش موجود، فبيحس أليكس إن المخلوق ده مش مؤذي وإنه سالم، فبيروح علشان يدور عليه، بس بالصدفة بيقابل لونا، فبيقعد يتكلم معاها وهي بتفتح معاه الكلام بخصوص أبوه، وبتحاول تواسيه وتخرجه من الحالة اللي هو فيها، وفجأة بيجي عليهم هادم اللذات ميمو وبيعرفهم ان جدهم مرجعش لحد دلوقتي، وبنعرف ان بسبب سن جدهم فهو متعود ينسى شوية حاجات اللي من ضمنهم عنوان البيت، وهم شكلهم كده متعودين على كده، فبياخدوا العربية وبيفضلوا يدوروا على جدهم في المدينة لحد ما بيلاقوه ماشي على الطريق وسحب معاه مأزة، ومحدش بيسأله عن السبب لان سنه كبير وحالته ما تسمحش غير ان اصابته كانت قوية بتاعت المصارعة، فبيركبوا العربية وبياخدوه على البيت، وبيتفرجوا على التلفزيون على نشرة الاخبار اللي الخبر الرئيسي فيها هو مخلوق التشوبة، وان في ناس كتير بتدعي انها شافته، وفي بلاغات من مزارعين كتير بخصوص موت المعيز، لكن في اللحظة دي بيدخل تشافة وبيطفي التلفزيون وبيقول ان الكلام ده كله كذب وان المخلوقات دي ملهاش وجود، فبيستغرب اليكس من اصرار جده ان المخلوقات دي اسطورية، وبيقعد يتكلم مع لونا، ولما بيربط اليكس الاحداث مع بعض بيشك في ان جده مخبي عنده في المزرعة واحد من المخلوقات دي، فبتضحك لونا على كلامه لان رأيها من رأي جدها وهي ان المخلوقات دي اسطورية ملهاش اي وجود، فبيتضايق اليكس من طريقتهم معاه وبيروح يقعد لوحده في المخزن، وفجأة بيلاقي المخلوق الصغير جاي عليه فبيخاف منه، لكنه بيفتكر ان المخلوق هو اللي عالجه وبيكون متأكد ان المخلوق مش هيأذيه، ولما بيقرب عليه بيلاقيه مخلوق لطيف ومسالم وبياخد باله انه جعان، فبيروح على البيت وبيجيب اكل من التلاجة وبيرجع على المخزن لكنه ما بياكلوش، وبعد شوية بتحصل عاصفة رعد وبرق فبيخاف منها المخلوق، ووقتها اليكس بيقرر انه يبات مع المخلوق علشان ما يكونش لوحده، وبيكونوا الاتنين منسجمين مع بعض، وتاني يوم بيصحى اليكس على صوت ميمو وهو بيدور عليه في المخزن، فبيحاول اليكس يخبي المخلوق منه لكنه ما بيلحقش، وميمو لما بيشوفه بيترعب منه وبيصرخ، فبتيجي لونا على صوت اخوها وبتشوف برضه نفس المخلوق وبتصرخ هي كمان، فبيحاول اليكس يهديهم هما الاتنين ويقنعهم ان التشوبه مسالم وانه محتاج مساعدتهم مش اكتر، وفعلا بيبدا الاتنين انهم يقربوا من التشوبه وبيبداوا يلعبوا معاه، وبيقرروا انهم يخلوه حيوان اليف ليهم، وفي اللحظه دي بيدخل جدهم للمكان وبيتاكد اليكس ان كلامه كان صح وان جده هو اللي مخبي المخلوق هنا،
وبيعترف لهم تشافا بكل حاجة، وبيقول لهم انه في يوم كان رجع وفجأة خبط في كائن غريب، ولما نزل يشوف ايه ده لقى التشوبا الصغير ده على الطريق لوحده، فصعب عليه وقرر انه ياخده معاه على المزرعة علشان يهتم بيه، وانه كان لازم يخبي الموضوع لان في ناس عاوزة تاخده وتستغله بطريقة مش كويسة. وقال لهم بما انكم عرفتوا لازم توعدوني انكم ما تجيبوش سيرة الموضوع لاي حد علشان التشوبا ما يتعرضش للخطر، وبيتفق الأربعة إنهم ياخدوا بالهم من التشوبا ويحموه، وكمان يحاولوا يوصلوا لأهله، وبيقطع كلامهم ووصول ريتشارد للمزرعة علشان يتكلم مع تشافا لأنه قدر يلاقي نمر عربية تشافا مكان الحادثة، وقت ما خبط المخلوق على الطريق وعن طريق النمر عرف يوصل لمكان تشافا وكان عاوز يفتش بيته، لكن تشافا بيرفض يدخله المزرعة وكمان بيطردوا منها. ساعتها بيشك ريتشارد في تشافا وبيكون متأكد إنه مخبي حاجة عنده، وبيروح أليكس علشان يلعب مع التشوبا وبيكون مستمتعين جدا مع بعضهم. وبعدها ميمو بياخد التشوبا وبيحاول يعلمه استخدام جناحاته وانه ازاي يطير علشان لو اتحط في موقف خطر وكان عاوز يهرب. وفي البيت جوه بيكون تشافا بيتكلم مع اليكس وبيحاول يواسيه هو كمان علشان موت ابوه، وبيلاحظ تشافا ان كل ما تيجي السيرة دي بيتهرب منها اليكس وبيلعب بالألعاب بتاعته فبياخدها منه، وتشافا بيقوله انه لازم يتقبل الواقع ويطلع كل المشاعر اللي جواه ويبطل يتهرب من الموضوع، وقاله لو عاوز تاخد اللعبة بتاعتك فلازم ندخل في مصارعة مع بعض وإلا مش هتاخدها تاني، ودي بتكون خطة من تشافا علشان أليكس يطلع كل المشاعر المكبوتة اللي جواه. وأليكس بيكون في الأول رافض انه يصارعه لكن ما بيلاقيش طريقة تانية علشان يرجع لعبته غير دي، فبيضطر انه يصارعه وبيبدأه، وبيكون ميمو هو الحكم، وبيفضل تشافا يضايق أليكس ويستفزه لحد ما أليكس بيتضايق وبيهجم على جده وبيخرجه بره الحلبة، وبسبب الوقعة اللي وقعها بتجيله إصابة، وبيجي الدكتور وبيعمل معاه اللازم وبيعالجه، وبيتكلم معهم الدكتور قبل ما يمشي وبيقول لهم إن جدهم حالته الصحية بتسوء جدا وإن حالة التوهان والنسيان اللي عنده هتزيد مع الوقت لدرجة إنه ممكن ينساهم، فلازم يفضلوا جنبه ويخلوا بالهم منه لأنه هيحتاج عناية خاصة. وفجأة بيسمعوا هم والدكتور صوت اللي تشوبا بيستغيث، فبيستغرب الدكتور من الصوت بس بيلحقوا نفسهم ويقولوا ان ده صوت حيوان مريض في المزرعة، واول ما بيمشي الدكتور بيجروا علشان يشوفوا التشوبا ماله، فبيلاقوا ريتشارد قدر يدخل المزرعة من وراهم وبيحاول يخطف التشوبا وبيضرب عليه طلقة مخدرة وبياخده ويحطه في عربيته، وبيلحقوا لونا وميمو علشان يمنعوه، وأليكس بيروح بسرعة لجده علشان يطلب منه انه يساعدهم، وفعلا بيجي تشافا بس مش تشافا العجوز بتاعنا اللي احنا يعني عارفينه، لا تشافا اللي جه المرة دي المصارع، وهو لابس لبس المصارعة ولابس قناعه الأزرق، وبيصارع ريتشارد وبيقدر يهزمه بكل بساطة، وكلهم بياخدوا عربية ريتشارد اللي محبوس فيها التشوبا وبيروحوا على نفس المكان اللي تشافا لقى فيه التشوبا أول مرة، ولما بيوصلوا هناك بيقدر التشوبا يعرف مكان أهله وبيجري بسرعة، وبيلحقوا تشافا وأحفاده لحد ما بيوصلوا لحافة وادي بين جبلين، وبيكون لازم إن التشوبا يطير ويعدي للناحية التانية علشان يقدر يوصل لأهله، وفجأة بيقع أليكس وتشوبا في الوادي، لكن على آخر لحظة بيقدر التشوبا يطير وينقذ أليكس من الموت وبيرجعه تاني ليهم، لكن بنتفاجئ إن ريتشارد موجود وقدر يلحقهم. وبيضرب طلقة مخدرة على التشوبا فبينام، وبيهددهم ريتشارد انه هيأذي المخلوق لو حد حاول يمنعه، وبيكون ماسك في ايده صاعق كهربائي، وبياخد ريتشارد عربيته وقبل ما يتحرك بيلاقي قدامه عيلة التشوبا كاملة وبتهجم عليه، فبيطلع برا العربية ومعاه التشوبا والصاعق وبيهددهم انه هيقتله لو هجموا عليه، وبينجح التشافا انه يثبت ريتشارد ويحرر التشوبا عن طريق انه بيستعمل معاه كام حركة مصارعة امام بتوعه وبيرميه على الارض، واخيرا بيرجع لتشوبا لعيلته بمساعدة تشافا وأحفاده، وبيزعل أليكس إن تشوبا هيسيبه لكنه بيفرح إنه هيرجع لعيلته زي ما بيفرح إنه بقى ليه عيلة هو كمان وأصحاب، وبيرجع على البيت وبيجهز أليكس شنطته علشان يرجع على أمريكا، وبيودع جده تشافا ولونا وميمو، وبياخدوا جده يوصلوا للمطار، وبنلاحظ إن العلاقة بينهم اتحسنت جدا وإنهم بيتكلموا مع بعض طول الطريق وإنهم بقوا قريبين جدا من بعض. ولما بيوصل للمطار بيقول أليكس لجده إن دي احلى اجازة قضاها معاه وانه عاوز يكررها تاني، وبيودع جده وبيركب الطيارة، وهو راجع بيلاقي التشوبا الطير جنبه اللي هو بيودعه يعني،